السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح، وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نتعلم بخطوات بسيطة كيفية تصميم أي خلفية بتخطر على بالك بتكون متوائمة مع المشروع اللي أنت رح تكون شغال عليه، بحيث أنه يكون في ديناميكية بالعمل، في اختيار ألوان أنا حر فيها، وممكن أعمل إنيميشن حتى وأعمل حركات حتى لعناصر الخلفية. فبلقاء اليوم حتى ما أطيل عليكم، تكرما الدعم من خلال اللايك وترك التعليقات وتعمل اشتراك إذا كنت ضيف جديد على قناتنا، بنتشرف فيك. ورح نبدأ مباشرة بتصميم الخلفية وبكل بساطة في برنامج باوربوينت. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. مثل ما أنا شايفين، نحن الآن في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وبالواجهة اللغة العربية. بالشريحة الأولى راح أنقر باليمين وبتوجه إلى تخطيط، ومنختار فارغ، نختار الشريحة تكون عندي فارغة. نتوجه إلى إدراج من أشكال، راح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل وليكن معي على سبيل المثال بهذه المساحة. بختار لألو يكون عندي بدون إطار، والتعبية راح نختار القطارة، وأنا كنت مجهز يعني تدرجات لونية من عائلة واحدة، راح تشوفوها موجودة بوصف هذا الفيديو إن شاء الله حتى تستفادوا منها. راح أختار على سبيل المثال عندي هذا اللون. راح ننقر باليمين ونتوجه إلى تحرير النقاط. تتفعل عندي المقابض العلامات السوداء اللي نحن شايفينها. راح أجي إلى النقطة اللي على اليمين بالأسفل، أنقر عليها بمفتاح الموس الأيمن ونختار حذف النقطة. النقطة المقابلة بنقر عليها لمرة واحدة، فبتظهر عندي إيش؟ بتظهر عندي المقابض يلي بتغير انحناءات القطع المستقيمة بأي زاوية بأي اتجاه بترغب له. راح ننقر مع السحب لحتى نرسم وليكن معي هذا الانحناء الآن. بجي للنقطة الثانية اللي هي بالأعلى، برضو كمان أنقر عليهم لحتى تظهر عندي مقابض التحريك، وبنقر مع السحب لحتى نرسم وليكن عندي على سبيل المثال هذا الشكل. إذا حبيت تعدل بالطريقة اللي بتناسبك، أنا بعطيك المبدأ فقط لا غير. بجي إلى المستطيل اللي عدلنا على بنيته وطلعنا منه شكل جديد، بختار منه كنترول زائد دي أي تكرار. ونجي إلى التعبئة من قطارة أي أداة شفط الألوان، بختار اللون التالي الأقل قتامة، أعملهم ضبط بالمحاذاة أعلى واليسار، وبسحب أو بقلص شوي بالارتفاع، وبنقلص شوي أيضا بالعرض، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. ومثل ما قلت، هي عبارة عن أفكار فقط لا غير. نختار منه كنترول زائد دي، ونفس المبدأ مباشرة بتوجه إلى القطارة وبنختار اللون التالي، بعمل ضبط محاذاة لأعلى ويسار، وبنقلل شوي أيضا بالمساحات والأحجام، وبنركبهم بطريقة يعني اللي بتناسبك. هذا الموضوع ذوقي، لكن هي الأدوات والأفكار البسيطة اللي بتطلع لنا مخرجات جميلة جدا. كمان بنختار كنترول زائد ديم، ومن تعبئة الشكل قطرت الألوان، بناخد اللون الأخير، بعمل كمان المحاذاة وبسحبها للأعلى شوي وبنقلصها لليسار حبة، وليكن بهذا الشكل. الآن يا أحباب، إذا حبيت ترجع تعدي النقاط، بجي إلى تحرير النقاط وبجي إلى هذه النقطة وبتتفعل معي المقابض، وبرجع بظبط الانحناءات بأي طريقة بتناسبك. بجي إلى الشكل الثاني، نفس المبدأ بنقر باليمين، تحرير النقاط بحدد عليهم، ونفس المبدأ ممكن أنك تعدل قيمة ما حبيت الالتفافات، وليكن معنا بهذا الشكل. ننقر باليمين على مكان فارغ، نتوجه إلى تنسيق الخلفية، ومن اللون بختار اختيار اللون، وبجي بختار اللون الغامق اللي هو أساسا من نفس العائلة بالضبط. الآن فيني أحدد كل هذه الأشكال اللي رسمناهن، أنقر باليمين وبتوجه أيضا إلى تنسيق العناصر، ونتوجه إلى الظل وبنختار الظل يكون عندي إلى اليمين وإلى الأسفل. رح نشتغل شوي في موضوع الخصائص الخاصة بالظل لحتى نحصل على أفضل نتيجة نحن بدنا إياها. موضوع الشفافية، موضوع المسافة والضبابية، ممكن نقلل الشفافية بعد شوي أو نزيد كثافة اللونية لنحصل يعني على شيء جميل للغاية، وليكن معنا التأثير بهذا الشكل. بعد ما انتهينا من تصميم الخلفية، بيفضل علينا فقط موضوع ترتيب العنوان، وأيضا اختيار نوع خط يكون جميل، وأيضا يكون في عندي لون الخط منسجم مع التصميم. رح أنا أخذ هذا النص اللي كنت أنا مجهزه عشان ما أطيل عليكم، وأيضا رح تشوفوا كمان معنا بوصف الفيديو تحميل الخطوط اللي أنا مستخدمة، رح أجهزكم إياه بروابط. خلني أحدد وليكن عندي مثلا العنوان،
وبجي إلى الخط وبجي بختار ألوان إضافية أو قطرت الألوان وخلني أختار وليكن عندي مثلا هذا اللون تمام. وكلمة مشروع أو لمشروع أيضا ممكن أختارها بنفس اللون. وأما باوربوينت رح نميزها حبة إضافية باللون الذي يليه. الآن لو شغلنا شريحتنا رح نشوف في عندي تصميم متميز وجميل جدا في أدوات بسيطة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. حبيت أني أنا أطرح عليكم هذه الأفكار. أتمنى يا رب أكون توفقت في نيل أعجابكم بهذا المحتوى. فلا تنسوا لي تكرما من التفاعل والدعم وتلزوا عني كل خير وألقاكم على خير. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.